مرحبا مرحبا، وصلنا تحدي اليوم 11 من تحديات ال 14 يوم من هدايا فورتنايت. بشرح لكم التحدي بشكل سهل ومباشر، وبشوفكم الهدية في آخر المقطع. بس قبل كل هذا، ما ضل شيء على نهاية السنة ونبي نوصل لرقم مرة خرافي، فيلا شاركوا نور القناة وما راح تندموا أبدا. والتحدي رقم 11، قم بشكر سائق الباص 11 مرة في 11 جيم مختلف. ما في أسهل عن كذا يا شباب. التحدي هذا كثير بسيط، لازم تروح لأي جيم أو لأي طور ما عدا البلاي جراوند، ولما تدخل الجيم وتحديدا لما تكون في الباص قبل ما تنزل، اضغط على زر الرقصات اللي عندك، الزر اللي طلع الرقصات تبعتك. اذا ضغط على هذا الزر وانت في الباص راح تشكر سائق الباص بشكل مباشر، وبس كذا انت اخذت نقطة. وبعدها اما انك تكمل الجيم او انك تنتحر لو مرة متحمس، وسوي هالشي 11 مرة بالضبط عشان نجمع 11 نقطة. ومبروك عليك التحدي. هذا هو تحدي اليوم، كثير سهل. وبالنسبة لهدية اليوم راح تطلع لكم على الشاشة بعد 3 2 1، وهذه هي الهدية، خرافية على آخر. لايك على المقطع إذا عجبتك الهدية، ولا تنسى تشترك، اضغط على زر السبسكرايب عشان يوصلك التحدي على طول أول ما ينزل. أشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.